السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة باغادي دوغو. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. وصفة اليوم هي كيك إسفنجي بالتفاح، مميز، كيجي خفيف ولذيذ. إلى عجباتكم الوصفة ما تنسوش ديروا لايك، وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة مرحبا بكم، اشتركوا باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. نمشيو دابا للمقادير. غادي نحتاجو 5 المعالق كبار ديال المايزينا او النشا، 4 الحبات ديال البيض، معلقه كبيره ديال خل التفاح، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر سنيده، علبه ديال دانيت بنكهه الفاني، قشور ديال الحامضه، وجوج كيسان ديال الطحين فورس، وجوج خمارات. سمحوا لي ما صورتهمش. اول حاجه غادي نعزلو اصفر البيض على الابيض، غادي نضيفو شويه ديال الملح الابيض البيض ونطلعوه مزيان بطراب كهربائي حتى يولي بحال الثلج. غادي نطربوه مزيان مزيان. ثم غادي نخليوه جانبا، وغادي نمشيو ناخذو اصفر البيض نضيفو ليه كاس ديال السكر سنيده، وغنطربو هاد المره بطراب يدوي، نطربوه مزيان. ثم غادي نضيفو دانيت بنكهه الفاني، الزيت، الخل، قشور ديال الحامضه، وغادي نخلطو مزيان هاد المكونات دائما بالطراب اليدوي حتى يولي عندنا خليط متجانس. وغادي نمشيو ناخذو جوج كيسان ديال الطحين فورس نغربلوهم ونضيفو ليهم 5 المعالق كبار ديال المايزينا كذلك مغربلين، ونغربلو ايضا جوج خمارات ديال الحلوى. غنخلطو هاد المكونات وغادي نبداو نضيفوها بشويه بشويه الخليط اصفر البيض وحنا كنخلطو. غادي نحسو ان الخليط ثقيل بزاف، ما تخافوش لان مازال ما ضفناش ابيض البيض. هانتوما كتشوفوا الخليط كيولا. انا دابا غادي نرجعو للاناء اللي فيه الدقيق الابيض لانه كبير باش نخدم باش ندخل ابيض البيض على راحتي. وغادي نبدا نضيف ابيض البيض بشويه بشويه، وانا كنخلط بسباتول من الاسفل للاعلى. غادي نخلطو غير بشويه، هنا كتلاحظوا اني كنخلط بسرعه، غير انا زدت في السرعه ديال الفيديو باش ما يكونش ممل. غادي نخلطو من الاسفل للاعلى وحنا كنضيفو ابيض البيض حتى نكملو الكميه كلها. غادي تلاحظوا ان الخليط غادي يرجع يولي سائل. هانتوما كتشوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش ولات. غادي ناخذ قالب ديال الكيك الشكل اللي بغيتو، غادي ندهنوه بالزبده ونرشوه بالطحين، وغادي ناخذ كذلك 4 ديال التفاحات نقشروهم ونقطعوهم. غادي نصبو نصف الكميه ديال الكيك في القالب، نحاولوا نوزعوه على القالب كله، وغادي نبداو نستفو شرائح ديال التفاح فوق هاد الطبقه الاولى. غادي نوزعوها على القالب كله، غادي نستفو نصف الكميه، ثم غادي نكبو النصف الثاني ديال الكيك فوق شرائح التفاح، وغادي نستفو الكميه ديال التفاح اللي بقات.
في هذا الأثناء الفران ديالنا سخون، غادي ندخلو القالب ديالنا للفران حتى يطيب ويتحمر من الوجه ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ديال اليوم. انا زينته بالسكر كلاسي. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها بالصحه والراحه. شكرا على المتابعه والى اللقاء.